انت محضر له شيء لبيير ما هيك؟ ايه لانه هو بيحكي كتير كلمات انا ما بفهمها. اوكي يعني مثل هلا هاو اللي حضروه هون وضحكوا عليهم، انا كنت عبالي اني اضحك كتير بس ما فهمت شو عم يعمل. بس انت من الصوره فهمت انه طبخ. ايه بس انه ولا كلمه مش ممزح ما والله ولا شيء. شفت شو قصدي يا بيير؟ ما بات ولا شيء. انا اكثر شيء امي بدها تطبخ طبخة ملوخية بتقعد بالارض تجيب لي خذ لي اعمل لي سوي لي، ما بتطبخ حتى هي. على كل الاحوال بتعرف شو يعني عدنه؟ شو؟ عدنه؟ ايه شو يعني؟ عدنه؟ ايه عدنه دنه دنه. مش غنية هديك عن ندى خي. لا لا عليها. شو عدنه؟ طيب بتعرف فصل له عدنه؟ عدنه يعني كأنك اوكي يعني it looks like فيك تقولي بالفرنسي شو يعني لموعين؟ شو؟ موعين موعيد؟ موعين موعين شريف؟ موعين 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 لموعين لموعين؟ ايه لمو موعين يعني ال اون ارفيي لموعين ادو على التلفزيون يقولوا سلبلال ولا لا ونحن عمرنا ما نفهم. يلا بعد رح اقول لك موعين موعين بس طب لحظة شو انت بتعرف شو يعني غسلت الموعين يعني التياب هاو غسلتي هون الاواعي يعني ايه اواعي هذا اي لغة بيحكي عن جد الموعين بالعربي اول مرة بس الموعين يعني التياب ايه اوكي طيب باي ذا واي بدي اشكر عامر عجع موعينه بتعرف شو يعني ايه وانا بدي اشكر بوديديب عموعينه كمان بتعرف شو يعني خدي خاي شو؟ خدي خاي خدي خاي خدي خاي؟ ايه انه خدي خاي محل ما تاخذي اخت لا شو يعني؟ يعني خد لك النحاكي بيحكي خدي خاي لك حتى بالعربي ما فهمناها يا عم لك خدي خاي حسين يعني لك شو هذا الشغل عن جد؟ ايه بدك تعمل بايدك هيك عشان تفهم امان خدي خاي خدي خاي بس اي ايد شمال يمين ما بتعرف شو يعني هك راح؟ هيك راح؟ هك راح هيك راح الله يرحمه هك جن هيك راح؟ هيك جن؟ بناوب بناوب نوب ابدا يعني ايه شير؟ عرفت كلمة واحدة، أنا ما عرفت كلمة واحدة منها، قول لي كلمة واحدة لحتى أعرف، مصيرنا أحبها. ما المعروف صير احكي عربي يا أخي. أو حطه تحت، حط تحت مثل الجوجل ترانسليت أو كرا أوكي. ترجم من تحت.